عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في فيديو جديد. كما نعرفوا توا عطلة وبرشا منكم تحبوا تستغلوا العطلة هذه وتبداو في عالم الجيم اند ستريم، مجملين فلوس تستناو في بروموسيون طيارة في العطلة هذه باش تبداو عالم الجيم اند ستريم بأحسن أسوأ. دونك برشا طلبات جاتني على في البريفي على الانستغرام ولا حتى على الفيسبوك، قلت لي اشكينغوان حضر لنا دي كونفيك بالارتيكس 3060 فيرسيون 12 جيجا في رام، واللي احنا نعرفوا اللي هي كانت مفقوده في تونس وفي الوقت الحالي رجعت. دونك عملت كولابوراسيون مع اس بي اس انفورماتيك، وفرت لكم دو كونفيك وفول ساتاب. بالنسبه لدو كونفيك يجونا بالبروسيسور رايزن 5 4500 اللي هو بروسيسور سيسكور 12 ثريدز. منحبش نطول اكثر نحكي على الكومبوزونت في الانترو تو بعد نشوفوهم مع بعضنا، ومعها الارتيكس 3060 12 جيجا فيرا ماهيش 8 جيجا فيرا كيما طلبتوا مني، وبتبيع الاسوام اقل من 2500. وبالنسبه للفول ساتاب 3 ملايين واللي متوفر فيه الكونفيغ والاكران والاكسسوار وكل ما تابعه. دونك ما نطولش عليكم اكثر، يلا نشوفوا لي دو كونفيغ والفول ساتاب من عند اس بي اس انفورماتيك واللي بيرسونيلمون انا خدمتهم، وتتلقاو اللي ليام تاعهم منين تعدي كوموند في الديسكريبسيون تحت الفيديو. اي واحد يعدي كوموند يبعث لي كابتور على الانستغرام، وتو انا نوصي لاولاد غديكا يرجلوا لك كابل مانجمنت باهيه ويبعث لك الباكويت نتاع القطايع تزين بيهم بيتك. دونك يلا نشوفهم بعضنا، وكالعاده اخر الفيديو ديما خليكم لافريج اف بي اس في كلكو جو اللي قاعدين نلعبوا فيها تو ونستريميو فيها تو. وراو الاسوام بالرسمي ما فما حتى بوتيك في تونس حاليا يبيع في اللي كونفيغ هذوما كسوا كتجميعه في حد ذاتها والا كسوم. يلا نشوفهم بعض. الوغ شباب نبداو بالكونفيغ نتاعنا الاولى بي سي جيمر اشكينغ 1، نلقاو فيه البروسيسور رايزن 5 4500 اول حاجه. البروسيسور هذا سيسكور 12 ثريدز، البيز فريكونسي نتاعو 3.6 جيجا هرتز وتربو 4.1 جيجا هرتز، السوم نتاعو 299 دينار، احسن بروسيسور في الفئه الاقتصاديه اللي يخليك تلعب وتنجم زاده تستريمي دونك اقل سوء ممكن. وهو ديجا ارخص من الاي 5 الجيل العاشر وارخص من رايزن 5 3600 وفي الاداء يقرب لهم. دونك اخترنا احسن بروسيسور بارخص سوم اللي يخليك تعمل تجميعه باهيه وقويه بارخص سوم في تونس. هذه ركزوا عليها مليح. باه الحاجه الثانيه عن الكارت جرافيك زوتا جيمنج ار تي اكس 3060 ديوال فان و12 جيجا فيرا حاليا متوفره. كما قلتوا لي خدم لنا كونفيك ب 12 جيجا في رام وصوم رخيص، فوالا هاي قدامكم. دونك نجم تلعب وتستريمي على الماكس سيتينغز فاسيلمون. به حاجه اخرى، فما العاب من العالم المفتوح تتطلب بزيد في رام، وحتى في المستقبل لهنا عندك 12 جيجا في رام واللي هذه حاجه وارتحت منها. دونك كانت مفقوده الكارت جرافيك هذه ورجعناها للسوق. به عندنا الكارت مير لازيوس برايم A520 MK واللي تخليك عندك حريه التطوير باش تركب تبريد مائي، تركب بروسيسور جديد، تطور كارت جرافيك، تتصرف به. عندنا الرام لهنا 8 جيجا دي دي ار 4 3200 ميجا هرتز، عندنا الاس اس دي 240 جيجا ساتا 3 2.5، عندنا البواتي نتاعنا ريد ماكس اكس 616 ار جي بي ديجا فيها زوز مراوح كبار من قدام ومروحه من تالي من ناحيه التبريد تحفونه به، الاير فلو فيها زاد به. عندنا لاليمونتاسيون لهنا دراجون ار جي بي اس 600 وات سيرتيفي برونز فول رينج. دونك بالنسبه للتجميعه متوازنه تحفونه تخليك تلعب وتستريم به. بالنسبه للزيكستونسيون عندنا لهنا تزيد 100 دينار تولي ب 6 جيجا رام و 512 جيجا اس اس دي. دونك حاجه ترتاح منها على خاطر بالنسبه للستريمينغ باش تلعب وتستريمي لازمك 6 جيجا رام، مش كي يبدا عندك اي 9 13 جينيراسيون ار تي اكس 4090 لازمك 6 جيجا اقل شيء باش تبدا تستريمي، خاطر الالعاب كي نجي نشوفوا في المينيموم ريكوايرمنتس نتاعها يطلب عليك 8 جيجا رام. فما العاب حتى في المستقبل انت شوف السيستم قداش ياكل، شوف الجو قداش تاكل، البروجرام لحالهم كان تريكوردي ولا تستريمي ما نعرفش عليه. دونك شو تبقى للجو من المستحسن 6 جيجا دو رام باش تبدا تخدم مرتاح وتستريم. دونك هذا البي سي كيما تشوف فيه هكا 2199. اذا كان تحب تزيد ليزيكستونسيون نتاعك فوالا لهنا ليزيكستونسيون كيما قلنا متوفرين تولي 2299 هاكا السوم لهنا. ولي دو ليام تاع لي بي سي تلقاهم في ديسكريبسيون تحت الفيديو، نفس لي كومبوزون كل شيء لهنا 6 جيجا رام و 512 جيجا اس اس دي هاوكا موجود لهنا وجاوكم به. بالطبيعه اذا كان زاد تحب تزيد اكستنسيون مره اخرى تزيد 100 دينار اخرى.
دونك باش نعطيكم لافريج اف بي اس في كلكو جو على الكونفيغ. هذه عندنا اساسن سكريد اوديسي على 1080 بي الترا سيتينغ 70 اف بي اس، ابيكس ليجندز على 1080 بي لو سيتينغز 190 اف بي اس، باتل فيلد 5 على 1080 بي الترا سيتينغز 110 اف بي اس، كول اوف ديوتي وار زون على 1080 بي كومبيتيتيف سيتينغز 100 اف بي اس، سي اس جو على 1080 بي لو سيتينغز 270 اف بي اس، سايبر بانك على 1080 بي الترا سيتينغز 50 اف بي اس، فورزا هوريزون 5 على 1080 بي الترا سيتينغز 90 اف بي اس، جي تي اي 5 على 1080 بي الترا سيتينغز 80 اف بي اس، ببجي على 1080 بي كومبيتيتيف سيتينغز 160 اف بي اس، فالورانت على 1080 بي كومبيتيتيف سيتينغز 260 اف بي اس، فورتنايت على 1080 بي كومبيتيتيف سيتينغز 195 اف بي اس، وريد ديد ريدمشن 2 على 1080 بي الترا سيتينغز 60 اف بي اس. دونك الالعاب اللي تحب عليهم انت الكل تلعبهم بالمرتاح، تستريمي بالمرتاح، وسوم مرفق على الاخر زوز بلين و100 و99 ديجا فما بوتيكات يبيعوا فيهم تلقاهم بالارتيكس 3050 اللي هي ما نجموش نقارنوها بالارتيكس 3060 وخاصة بالدوز جيجا فيرا. به نتعديو للفول ستاب بي سي جيمر الفار. به عنا لهنا البروسيسور رايزن 5 5600 جي اللي هو بروسيسور سيسكور دوز فيز بيس فريكونسي بتاعو 3.9 جيجا هرتز تربو 4.4 جيجا هرتز. بالنسبه للبوان فور في البروسيسور هذا فيه جرافيك انتجري اللي هي فيجا 6 وديما نحكي عليها اللي هي نقارنوها بالجي تي اكس 750 تي اي. فاش تنفعك البروسيسور هذا؟ ينفعك اذا كان ما عندكش كارت جرافيك في البي سي. حاجه اخرى اذا كان لا قدر الله بعد ما وفي الجارانتي بعام وضربتك كارت جرافيك وما عندكش فلوس باش تبدلها، البي سي بتاعك ما يقعدش مسكر، عندك جرافيك انتجري نتاع البروسيسور تكمل تخدم على روحك تنجم تلعب وجوك به. بعنا لهنا بالنسبه للكارت جرافيك كيف كيف زاد الارتيكس 3060 تحكين عليها 2 جيجا فيرا من زوتاك، الكارت مير الام اس اي بي 450 ام بازوكا ماكس وي في واللي هي كارت مير تحفونه برشا وفيها برشا خصائص سورتو من بعد كي تجيب تطور تنجم تركب ان في ام عليها. وجاكم بي عنا لهنا 6 جيجا دو رام دي دير 4200 ميجا هرتز، عنا الاس اس دي 512 جيجا من اتش بي 2.5، البواتي ريد ماكس اس اكس 616 ار جي بي نفس البواتي نتاع لي كونفيغ نتاعي انا، الاليمونتاسيون ريد دراجون ار جي بي اس 600 وات سيرتيفي 80 بلس برونز فول رينج، الكرام تاعنا بينك زوي 144 هرتز تو ريفريشيسمون نتاعها 24 بوس فول اتش دي وطون دي ريبونس نتاعها 1 ملي سكوند. دونك الكرام طياره على الاخر. دونك فما برشا بوتيكات مفقوده ديجا الليكرون هذي. دونك دال نتاعها تي ان متوفره في اس بي اس انفورماتيك هاي كموجوده. به بالنسبه للتابي دراجون بي 0333 نبتون اكس ار جي بي اكستندد الليكرون اللي قلت الليكرون التابي سامحوني اكس اكس لارج تهز لك الكلافي والسوري وزيد فيها ار جي بي حتى على من ناحيه الجماليه تعطيك منظر تحفون. به عنا لهنا السوري ام اس اي كلاتش جي ام 50 وعنا الميكرو كاسك ريد دراجون هاش 510 زيوس اكس ار جي بي واللي شكرتها برشا وحكيت عليها واللي صلحت ديجا البروبليم نتاع الهاش 510 الزيوس 2 ديجا صلحت البروبليم نتاع الكابل ولهنا باش تعطيك اداء ممتاز وتجربه عالميه وتشدك اكثر وقت. به عنا لهنا زاد متوفر لهنا اس اس دي دونك ان في ام او كيما تشوف فيه لهنا 250 جيجا، معناتها من ناحيه استوكاج جاوك باهي، من ناحيه الرامات جاوك باهي، البروسم ريجل وكارت جرافيك باهي واللي تخليك تلعب وتستريمي احسن العاب وافضل العاب وباف بي اس طالع وجاوك باهي. سوم 3139. هذوما الكل لي تروا لي دو كونفيك والفول ستات تلقاهم في الديسكريبسيون تحت الفيديو، تنخلي اليوم تحمل باش يعدي كوموند يعدي كوموند ويجيني على الانستغرام اشكينغوان يخلي لي كابتور الكوموند نتاعو باش انا نجم نكلم الاولاد يريقلوا الكابل مانجمنت باهي ويفرحوا بيكم ويبداو جوكم احلى جو. باش نعطيكم الافريج اف بي اس على الفول ستاب الاخرانيه الكل مع 1080 بي الترا سيتينغز، عندنا هيتمان 3 110 اف بي اس، سايبر بانك 60 اف بي اس، الوارزون 125 اف بي اس، فورتنايت 170 اف بي اس، ببجي 140 اف بي اس، ريد ديد ريدمشن 2 88 اف بي اس، اساسن سكريد فالهالا 70 اف بي اس، مافيا ديفينيتيف اديشن 105 اف بي اس، شادو اوف ذا تام برايدر 115 اف بي اس، ريزيدنت ايفل 3 168 اف بي اس، فورزا هوريزون 5 140 اف بي اس، دايركت 5 80 اف بي اس،
Horizon Zero Dawn 80 FPS, Doom Eternal 150 FPS, Watch Dogs Legion على 1440p, Ultra Settings 50 FPS, Need for Speed Heat 90 FPS, Godfall على 1080p, Epic Settings 70 FPS, Valorant على 1080p, Medium Settings 430 FPS, GTA 5 على 1080p, Ultra Settings 90 FPS. دونك لي جو الكل تنجم في ستريمين وتلعبهم على FPS عالي ما غير حتى أدنى إشكالية، والسوم تحفون على الآخر 3139، ماكش باش تلقى تجميعة كيما هكا فرصة كيما هكا بالسوم هذا، وسيرتو لي دو كونفيغ هذوما أنا بيرسونيلمون اخترتهم هكا ديجا تصويرتي موجودة، اخترت لي كومبوزونت وعملت لكم تجميعة ممتازة لجميع فئات الألعاب من الفئة الدنيا للفئة القوية، تلعب وتستريمي بأحسن كاليتي وأرخص أسوأ. يلا نشوفكم في فيديو جديد، ما تنساوش تبارتاجوا الفيديو هذا والفيديو اللي قبله، راني مهبط جيفوي برا تفرجوا فيه الفيديو وشاركوا في الجيفوي، تبارتاجيو الفيديو، خلي لي كابتور على انستغرام اللي انت بارتاجيت الفيديو باش تدخل في القرعة وباش تربح كيت بلوتوث انكاكس تي 07 واللي هو يجينا بآخر فيرسيون تاع بلوتوث 5.3 باش ما تلقاش فيه غالونتي في الصوت. يلا بارتاجيو الفيديو، خليو لي كابتور باش تدخل في القرعة.